استاذ عبد الرشيد من بنها. استاذ عبد الرشيد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. حضرتك دلوقتي انا عاوز اتكلم عن مشكله واحده، وهي البيانات اللي دايما بتطلع غلط على البطايق. انا جالي اخر مره ان انا اعدي احدث البيانات لما ضفت لما بعت الورق بتاع دفتر المواليد، لقيتهم شالوا مراتي من على البطاقه وحاطين بنتي اللي لسه صغيره. طب ما حضرتك تقدر تروح تصحح بياناتك، دي سهل جدا، ده على الموقع الالكتروني. رحنا يا فندم، رحنا المكتب التموين، قال لا من على النت. رحنا النت، عملناه من على النت برضه، البيانات زي ما هي. لا ما هي حضرتك ثانيه واحده بس يا فندم، التصحيح البيانات لسه مش بيظهر لحضرتك. انت سجلت البيانات وقال لك انه اتسجلت خلاص، تمام. البيانات اللي انت عايزها على البطاقه لسه، لأ ما قلتش لحضرتك انك اول ما تسجل البيانات هيصححوها يعني، بس ان شاء الله ده بيحصل مع كل البطاقات تباعا يعني. هو بس الموضوع بياخد وقت عشان يرجعوا بيانات حضرتك لحد ما قاعده البيانات كلها تكون موجوده، لكن حضرتك ما تقلقش، مفيش، طالما بتستحق مفيش اي حذف عشوائي لاي شخص، كل حتى الناس اللي سقطت غلط انا بطمنك بس والله هترجع تاني، لكن البطاقات اللي هتقف البطاقات اللي هي حقيقي فيها اخطاء بجد. شكرا يا فندم. استاذ رضا رجع لنا تاني من المنيا. استاذ رضا. ايوه يا فندم. اي فندم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا قدام مشكله برضو، اللي هي انا رحت احدث البطايق. وقالوا لي، بصيت لي على النت بيقول لي ايه، لا يوجد بيانات للتحديث، وطلع لي في ورقه العيش ان هي ايه بتحدث البطاقه قبل نوفمبر. طب ما هو ده صحيح. حضرتك جربت؟ لا لا لا، بيطلع لي لا يوجد بيانات للتحديث. طيب حضرتك ممكن تراجع مكتب التموين. ما انا راجعت مكتب التموين ورحت النت ورحت الوزاره ذات نفسها. لا رحت أنا النت، انا عملت الحاجات دي في الوزاره ذات نفسها. نفس الطريقه كده بيقول لك ايه؟ لا يوجد بيانات للتحديث. طيب يعني معنى كده ان بطاقتك مش محتاجه بطاقتي وبطاقه امي. طب ما هو معنى كده انه بيانات حضرتك على السيستم مش محتاجه تتحدث خلاص. طب طالع لي في ورقه العيش بيقول لي حدث البطاقه. طب انا يعني ما عنديش الحقيقه رد على الجزئيه دي، لكن احاول اجيب لحضرتك رد عليها واكلم حضرتك. مش عارفه هل لما يطلع ويجي حد يدخل على النت يقول له انه لا يوجد بيانات للتحديث، او على الموقع قصدي، هل ده معناه انه مش محتاج؟ ده سؤال برضو احنا محتاجين رد من وزاره التموين عليه. هل ده معناه ان هو كده بياناته صحيحه ومش محتاج انه يصلحها؟ مش عارفه. مشكورك جدا يا فندم، وان شاء الله باذن الله يكون معانا رد لحضرتك. استاذ علاء. طبعا تحياتي لحضرتك وبرنامج، اهلا بيك. وبحب اشكر حضرتك على فتح هذا الموضوع، بالذات لان الموضوع ده فيه اشكاليه خطيره جدا وعايزين نطرحها على سياده وزير التموين. برضه حضرتك عارف ناس بتصرف تموين ما تستحقوش. والحاجه الثانيه بقى كل كمان الناس عارفه كده. الحاجه الثانيه الاهم بقى، ده في النقطه الاهم اللي عايز اطرحها على سياده الوزير، ان النهارده اصحاب الافران بياخدوا البطايق من الناس ويضربوها ويحاسبوا الناس الرغيف بريال. بس لو نزلت اي وزاره التموين حذرت يا استاذ علاء من الموضوع ده. لا ده في اشكاليه اللي انا بطرحها حضرتك، النهارده وزاره التموين بتحاسب المواطن الرغيف ب 10 فاخ، فبتاع الفرن بياخد منه البطاقه يضربها في بيته ما بتبقاش في الفرن. يعني النهارده لو نزل الوزير نفسه يضربها في بيته ازاي؟ يعني معلش يضربها في بيته، يعني هو بياخد المكنه دي بيته؟ بتاع الفرن بياخد المكنه بيته وبيبقى معاه البطايق في البيت ويجي يحاسب الناس اللي غير بريال. يحاسبهم ازاي؟ يعني ثانية واحدة يا استاذ علاء، يعني هو بياخد العيش ويديهم ويديهم هما فلوس يعني؟ بيديهم فلوس. يعني نقاط العيش. ايوه يعني هما مش محتاجين العيش فبيبيعوه لبتاع تموين، وبتاع تموين لبتاع الفرن بيعمل فيه ايه؟ بعد كده هو بيحاسب الدولة الرغيف ب 50 قرش. ده ب 65 قرش. يعني الدولة بتحاسب صاحب الفرن ب 50 قرش، هو بيحاسب المواطن بريال. فبيجي النهارده الفرق ده بيخش جيبه وبياخد دعم السولار وبياخد الحاجات من دي، فأنا النهارده عشان أوفر استيراد قمح وأوفر يعني الناس اللي حضرتك بتتكلم عنهم، عشان ده كلام بس مهم وخطير جدا يا أستاذ علاء. جدا. الناس اللي حضرتك بتتكلم عنهم دول مش بياخدوا العيش من الفرن، بياخدوا بداله فلوس. فلوس. يعني النهارده هو له مثلا 40 رغيف في اليوم. على البطاقة كلها. على البطاقة كلها، بيروح جاي واخد مثلا ايه 20 رغيف ويسيب له 20 رغيف، بتاع الفرن يحاسبه بريال.
طب يا استاذ بدل ما الدوله بدل دي حاجه. الحاجه الثانيه انا النهارده هوفر استيراد قمح. هو الموضوع ده بيحصل عادي ولا ده عندكم في القليوبيه بس ولا ايه؟ على مستوى الجمهوريه كلها، لان النهارده هوفر على الدوله كتير جدا في استيراد القمح. يعني انا النهارده لو الدوله حسبت المواطن الرغيف اللي هيوفره ب 50 قرش مش هخلي المواطن. ده الدوله بتصرف يوميا مش عارفه كام، جيب لنا الرقم يا علي على دعم العيش. انا هطلع لكم الرقم بتاع الدوله بس تصرف كام على دعم العيش كل يوم، بما ان احنا بنتكلم على الدعم. الحاجه الثانيه حضرتك، انا عندي في قريه بتام ده العيش سيء جدا، والاهالي بداوا يعملوا الكلام ده، وانا خدت العيش ووديته لوكيل وزاره التموين في القليوبيه. طب معلش معلش احنا عايزين نشوف العيش، ويا ريت تصور لنا فيديو وتبعته لنا. مشكورك جدا يا استاذ علاء. موضوع لسه زمايلي بيقولوا لي في كذا فرن بيعمل كده، ده مش فرن واحد. طب يعني معنى كده ان الناس دي مش محتاجه العيش. طب احنا بنصرف كام يا علي والنبي يجيب لنا الرقم. طيب استاذ عفاف. استاذ عفاف. ايوه استاذ اسماء. اهلا عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زي حضرتك؟ الحمد لله انا كويسه الحمد لله. انا سعيده والله اللي سمعت صوتك. انا اسعد، ربنا يخليكي. الله يبارك فيكي، الله يكرمك يا بنتي. الله يخليكي، اتفضلي حضرتك. الله يخليكي. انا يا ستي ارمله وبربي ايتام، معايا ولد وبنت. ربنا يخليهم لك ويقويكي. عيشي. فانا جوزي توفى من 5 سنين وعملت اجراء ونزلته من البطاقه. كويس. الله وبصرف في تموين وخبز من 5 سنين عادي. كويس. وجيت بقى شهر 10 ده رحت اجيب التموين لقيت حاسب لي الولد والبنت. لا ما تقلقيش حضرتك، ادخلي على الموقع بس الالكتروني او خلي حد يدخل لك، وزمايلي كمان هيساعدوكي يحاولوا يوصلوكي. استاذ احمد والله كمان والله حضرتك انا قالوا لي اعملي تحديث في السايبر، عملت التحديث في السايبر. عملتيه؟ 30 جنيه. عملتيه ب 30 جنيه ليه؟ في السايبر بياخد 30 جنيه عشان يعمله. اي سبوبه، احنا بنطلع اي سبوبه والله العظيم. ثلاثه انا اسفه في اللفظ، اي سبوبه من ورا الناس. ايوه. وبعدين بعد ما عملته اتحذفوا الولاد الاثنين، ورحت اجيب التموين عطاني التموين ليا انا لوحدي. ما هو بتاع السايبر بقى. ايوه. ورحت التموين الاداره والمديريه يقولوا لي اصبري لشهر 11 هيرجعوا تاني المحذوفين. بس هم على فكره اي حد اتحذف غلط هيرجع، بس هنحاول نساعد حضرتك يا مدام عفيف. ربنا يعينك ويقويكي. انا باخد معاش 1200 جنيه انا معايا 2 في الكليه. ربنا يخليهم. ربنا المستعان. ربنا يخليهم لك يا مدام عفيف. يعني التموين والعيش في البطاقه بصراحه هو اللي معيشنا فاطرنا. ربنا يسترها معاكي دنيا واخره ان شاء الله. الله يخليكي. فانا اتمنى من الله ومن حضرتك تقفي جنبي في الحكايه دي. الله يبارك فيك. حاضر يا مدام عفيف ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. بشكرك جدا. 30 جنيه دي ولد. اي حاجه والله العظيم اي حاجه استغلال تلاقي على طول الناس فيها. بص ماسوره السولار اتكسرت، انزل عبي وبيع. وزاره التموين بتحدث بيانات، فالسايبر بقى قال لك يعني ايه مصلحه. يلا بقى 30 جنيه بقى عشان احدث البيانات. طب ايه ده؟ ايه الاستغلال ده؟ والناس هتعمل ايه؟